فين بقى؟ خايفة أوي يا سيد، مش قادرة أصدق اللي عملوا المجرمين دول. اقعدي عيطي كده لحد ما يلاحظوا زعلك عليها ويعرفوا إن أنتوا صحاب ويتضاهروا عليك. تفتكر ممكن يشكوا فيا فعلا؟ عموما احنا فيها، لو سألوكي قولي لهم إن أنتي قلبك رهيف ما بيستحملش، ودوري على أي حاجة في أوضتك ليها علاقة بسالي. حاجة زي إيه؟ أي حاجة، أي جورنال اللي كانت بتكتب فيه مثلا. لا لا، مفيش حاجة. طب اغسلي وشك يلا، وخليك عادي، مش عايزين حد يلاحظ حاجة. سماح، يا سالي ماتت ازاي؟ ماتت مقتولة. ايوه مقتولة ازاي يعني؟ بيقولوا لقوها مضروبة بالنار. يلا يا سيد سالم بيها هيتحرك. فين مدير القرية دي؟ فين؟ اوعى، فين سالم ده الجرحي؟ فين اي حد يرد عليا مسؤول هنا؟ بالراحة يا فندم، وطي صوتك من فضلك. الصوت الواطي يا حبيبي اللي عامل عاملة، اوعى. مين مسؤول هنا انت؟ ايه ده؟ في ايه؟ الاستاذ بيسأل على حضرتك يا فندم. بيسأل ولا بيتخانق؟ انا سامع صوت من وانا جاي من بره. انت بسنت بنت سالم الجرحي؟ نعم. انا موسى ابو طالب، رئيس تحرير الجورنالجي، الجريدة اللي كانت شغالة فيها المرحومة سالي دورغام الصحفية. طيب ممكن حضرتك تهدى؟ قصدي حضرتك ان سالي كانت شغالة عندنا هنا في الاوتيل، اللي ماتت النهارده الصبح كانت صحفية؟ اللي اتقتلت يا هانم مش ماتت. سالي كانت في مهمة رسمية للجريدة، ودمها ده مش هيروح حاضر. وأنا بقى جاي النهاردة عشان أحملكم كلكم المسؤولية، وأولهم أبوكي سالم الجرحي في مصر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الزيطة دي كلها؟ يلا، كل واحد فيك يروح يشوف شغله. وأنت عايز تتكلم، تتكلم بصوت واطي وبأدب، وإلا تخرج بره. لا أنت هتعلمني أنا إزاي أتكلم، ولا هوطي صوتي، ولا أخرج بره يا سالم يا جرحي. وأعلى مفخلك اركبه. اطلبوا لي بوليس. أنا هعمل لك محضر تعدي على منشآت وموظفين القرية. لا إذا كان كده بقى يبقى تعدي بتعدي. اوعى واجيب حق الغلبانة اللي قتلتوها يا شاك مجرمين. هحبسك يا سالم يا جرحي، هحبسك يا ولاد. اتفضلوا اتفضلوا، كل واحد يكمل اللي كان بيعمله. داد اتفضل معايا على مكتب. ما تقليش عليا يا حبيبتي، أنا كويس. امشي. اسمعني كويس، انا هشيل ايدي من على بقك وهنتكلم بهدوء، مش هتندم. ممكن انا اسف، انت راجل محترم، ما تضيعش نفسك مع العالم دي. ارجع مطرح ما جيت وكل شيء هيبان في اوانه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما تضيعش دم المرحوم هدر. اللي انت بتعمله ده لا هيودي ولا هيجيب. انت كل اللي يلزمك حق المرحوم، وحقها كده انت بتضيعه. النصيحة، بلاش تجيب سيرة لأي حد باللي حصل هنا. سيبهم زي ما هم لحد ما نعرف الحقيقة فين. انا عارف انك ما تعرفنيش عشان تثق فيا، بس والله احنا سكتنا واحدة. الفرق بس ان انا اعرف ازاي ارجع حق سالة الله يرحمها. اتفضل يا استاذ. مع السلامة. المقال الجاي. تمام سيادتك، خد عربيته ومشي. مشيته ازاي الحيوان ده؟ عرفته غلطه بس بطريقتي. ما هو ده اللي انا عايز اعرفه. اقنعته ازاي بالسرعه دي؟ جبت له من الاخر سيادتك، يا يمشي ويربي عياله يا يقعد ويتيتم. وهو خاف بسرعه كده ومشي؟ الدنيا علمتني يا فندم ان النوع اللي بيزعق ده بيبقى اضعف واطيب خلق الله.
بيفش شغلهم في الزعيق عشان ما يموتوش من الغيظ وقلة الحيلة. وانت عرفت ازاي انه عنده اولاد؟ وانا بركبه العربية سيادتك لقيت كرسي اطفال متركب على الكنبة الورانية. مقرية يعني. تعجبني قوة ملاحظتك وسرعة رد فعلك. وانا بره يا فندم راهن اشارة من سعادتك. عن اذنك يا فندم. هيا يا سيد، ما طمنتنيش، عملت ايه؟ ايه سعد؟ في موضوع المحامي اللي هيخرج باسم. لا مؤاخذه، كلها يومين ثلاثه بالكتير. ما قلتليش يا فندم انت مرتبه حاجه لباسم بيه لما يخرج ولا لا؟ مرتبه يعني ايه؟ وهرتب ليه اصلا؟ يعني حضرتك عارفه لما باسم بيخرج مش هيلاقي حته يقعد فيها، والباشا الكبير لو عرف انه خرج مش هيسيبه. ومين ممكن يقول لبابا يا سيد؟ اكيد مش انا سعادتك، عشان مخرج ما يروحش لبعيد، لان انا لو قلت له يبقى كمان هقول له ان انا ساعدتك، وساعتها الباشا الكبير هينفخني. امال مين يعني اللي هيقوله؟ نفس اللي قاله ان سالي صحفيه. انت اتجننت؟ انت تقصد تقول ان بابا هو اللي ورا موضوع موت سالي؟ فندم فهمتني غلط، انا ليه بس الناس بتفهمني غلط في القريه دي يا ربي؟ انا ما اقصدش كده خالص يا فندم، انا كل اللي اقصده ان في حد بلغه ان سالي صحفيه مش مدربه الروبكس ده، وانا خايف ان نفس الشخص يبلغه ان باسم بيه خرج. طب وبعدين يا سيد؟ وبعدين حضرتك لازم تفكري لما باسم بيه يخرج هتتصرفي فيه ازاي؟ عشان يحل عن دماغك ودماغ ابوكي. لا مؤاخذه يعني. بعد اذن حضرتك يا فندم. عدم المؤاخذه يا فندم. هستاذن سيادتك بس اروح اكل لقمه عشان من ساعه ما جيت من السفر وانا على لحم بطني. ده اذا كان سيادتك مش عايزني لمده ساعه بالظبط. ولا ساعه ولا يوم. اتفضل. كتر خيرك يا باشا. بعد اذن معليك. ده كتير قوي يا ابو العز بيه. مش كتير عليك، كفايه انك خلصتنا من البنت الصحفيه اللي كانت قرفانه في عشيتنا دي. والله يا ابو العز بيه انا محبتي ليك في الله بتزيد يوم بعد يوم. القلوب عند بعضها يا سولي، ده انت حبيبي، ده انت عناية، ده ايه اللي بشوف بيها. ودني اللي بسمع بيها دبنه النمله. شكرا. ودراعي ده اللي بينفذ لي كل اللي انا عايزه ويجيب لي لبن العصفور وقت ما انا عايز. ربنا يجعلني دايما عند ثقة سعادتك يا باشا. بالنسبة بقى للثقة والحاجات دي، أنا لاقي عندك عتاب صغير كده. ليه كف الله الشر؟ الواد سيد مالك شدد عليه كده على طول؟ الله، ودايما شاكك فيه لحد ما دايرة الشك بتاعتك دي اتسعت وانتشرت وبقت عدوى عاملة زي الإنفلونزا، واتنقلت مني للباشا وخلتنا ظلمنا الواد على الفاضي. أبو العز بيه، أنا شغلتي أمنكم وأمانكم، وده واجبي. يا عم ماشي على عينه وراس، الامن والامان والكلمات دي كلها كويسه، انما الواد ده غلبان وانا عارفه. انت بس اللي قاري غلط.